مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال. النهاردة أولى حلقات برنامج بنت النيل. بنت النيل فكرة من بنت النيل أصيلة صعيدية. كنت قاعدة في مكان ما وبتكلم عن أهل الصعيد، وأنا شخصيا بتشرف بيهم لأني من أهل الصعيد، فبتكلم بحرارة شوية. فلقيت شخصية ممتازة بتتكلم معايا بتقول لي: أستاذة أسماء، أنت من الصعيد؟ قلت لها. قالت لي: وأنا كمان من سوهاج وبعشق الصعيد وبعشق أهلي في الصعيد. قلت لها: الله عليكي. قالت له: نفسي أعمل لهم حاجة. قلت لها: والله أنا عندي فكرة برنامج بجد نفسي أعمله عن الصعيد، تشاركيني؟ قالت لي: أشاركك؟ واعتبريني شاركتك، أنا بحب أهلي قوي وعايزة أقدم رسالة لأهلي في الصعيد، والفكرة معينة هتعرفوها من خلال حلقاتنا تباعا. فطبعا في البداية عايزة أشكر بنت النيل إنها أتاحت لي الفرصة إني أنا أكون معاها في البرنامج. بشكر زميلتي أستاذة منال الأفندي. أهلا بسيادتك يا أستاذة أسماء، أنا يعني في قمة السعادة سيادتك اديتيني فرصة إني أكون معاكي في البرنامج ربنا يخليك. وبرحب طبعا بضيوفنا الكرام. يعني أنا بشكر حضراتكم وبشكر أهلي في الصعيد وبشكر جدا الأستاذة أسماء وكل الموجودين في الأستوديو. النهاردة الحلقة بتتكلم عن الميراث. الميراث الذي حلله الله وشرعه في سورة النساء، وأعطى نصيب كل إنسان منا حقه. فلما شرع ربنا ينزل من السماء بالرحمة وعدل، وإحنا نمنعه. إيه رأيكم؟ ده اللي هنعرفه من خلال حلقة مع ضيوفنا الكرام اللي بنشرف بيهم النهاردة: الحاج علي عطا من عيلة عطا، اسم لها تاريخ مزارع. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، شرفنا. ربنا يخليك. ومعانا استاذ حلمي عثمان، معلم احمد حلمي. احمد حلمي عثمان معلم خبير بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذه اسماء، استاذ منال، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. طبعا احنا عارفين الصعيد مليان بالاحداث والصراعات، طبعا بتدور في جنوب الوطن المنسي، جنوب الوطن مصر. الاحداث دي عباره عن عادات وتقاليد بتخالف شرع الله بشكل نهائي. احنا طبعا عاوزين نطلع من العادات دي ونخش في شرع الله. يعني احنا عاوزين ننسى الاحداث دي خالص. الاحداث دي بتدور ضد المراه الصعيديه، بتمارس ضدها. طبعا ده اسمه العنف والتمرد على المراه الصعيديه تحت مسمى الاصول والعيب. طبعا احنا عاوزين حضراتكم تكونوا معانا النهارده، فاعل ورد فعل في الحوار، يعني تتفاعلوا معانا. طبعا في البدايه يا حاج علي، بما انك رجل صعيدي، ايوه، وطبعا يشرفنا ان انت تكون معانا. الله يخليك. موضوع الميراث اللي بيمنع او يحجب عن الانثى والسيده الصعيديه، هل ده بقى موجود بشراهه؟ احنا جالنا شكاوي كتير، وده فكره البرنامج، من كتر ما سمعنا وطبعا وتالمنا من سيدات الصعيد. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ والله رايي في الصعيد هو شرعا ودينا ان الميراث، ان المراه تاخد الميراث او تاخد حقها. تمام. فيه ناس مثلا هتتجي ربني في امهاتهم وفي بناتهم وفي اولادهم بيدوهم الميراث. تمام. وفيه ناس متبعه مثلا العنف دي، يقول لك مثلا انا يعني عندي مثلا ميراث مثلا بيت او فدان او اكثر او اقل، مثلا هتجي مثلا تاخد مني شريكني او عيالي فلان مثلا، واخد اختي واحد مثلا منسبني، يقول لك ازاي مثلا انا يجي مثلا ده ياخد نص الارض بتاعتي او ربع الارض او اكثر او اقل. أيوه. واخده بالك؟ هتبقى في بلاد وفي قرى لها عادات في الكلام دي. لكن هو شرعا ودينا وقانونا حقها الشرعي وميراثها تاخد فيه. تمام. يعني طب منال ده مبرر؟ هي لو طلبت بالميراث بتاعها ايه اللي بيحصل؟ ايه رد فعل الاهل؟ يعني احنا عاوزين نعرف ايه رد فعل الاهل في الصعيد. لا، هو رد الاهل في الصعيد يعني كان مثلا اهلها مثلا صعبين، مش عاوزين يدوها اي حاجه، لا ميراث ولا غيره. واخده بالك؟ بيطلبوها يقول لي مثلا احنا ربناك واحنا جبنا لك وجوزناك وعنودوا لك زيارات ونودوا لك حاجات، وعيالك مثلا كبروا دلوقتي وجاي طالبين مثلا عن ميراث. وهو الزيارات والمواد، يعني الزيارات دي هل بديل للميراث؟ لا، مش بديل، مجرد واجب. مش بديل ده، دي انا مثلا صله رحم. صله رحم ارحام، مثلا انا هنخش على بنتي او اختي او قريبتي مثلا او عمتي
هنخش كده فاضي، لازم انا الواحد ياخد له الطبيعي يعني حاجة بغض النظر عن المراوس، مناسبه عيد، هديه، اي حاجه، ودي شيء طبيعي يعني هتخش ازاي فاضي على اي حد كده. تمام. فدي ما بتحسبش يعني الطالب بيصلي بالطالب بالمراس بتاعها، هل بيستغل يعني ممكن توصل لدرجه ان الاهل بيتقاطع والعنف، وممكن توصل حتى القتل للست، ولا تطالب وخلاص مجرد طلب ترفض وخلاص الموضوع انتهى؟ لا، هو من ناحيه قتل الست ما حدش يقدر يقتلها. يعني مثلا انا اختي متجوزها مثلا واحد وليها ميراث عندي، هنقدر انا نقوم ونروح نقتل اختي؟ مش هينفع ابدا. هو هيبقى فيه مشاغبات مع مثلا هيبقى فيه كراهيه بيني ما بين عيال اختي ما بين طبعا، لان كمان شايفين دول مستريحين مثلا ماديا او كده، يعني هنروح مثلا نقتلها؟ لا، ما ده ما يحصلش ابدا. استاذ احمد، طبعا دور وتوجيه المدرسين والتوعيه والتربيه والتعليم اللي احنا تربينا عليها، ان بيبقى فيه حصه كامله للدين الاسلامي او المسيحي اللي هو بيكون فيه شرع الله، هل ده طبعا ليه دور جامد؟ ايه دوره في الصعيد؟ بص حضرتك يا فندم، بالنسبه لقضيه الميراث بتختلف من مكان لمكان. يعني مثلا تختلف من الوجه القبلي عندنا في الصعيد عن الوجه البحري. ليه؟ رغم وجود التعليم ورغم وجود المشايخ والتدين وعلماء ازهر واساتذه افاضل ودكاتره الجامعات وخلاف ذلك، وعلى قدر عالي من التعليم، لكن الموضوع في الفكر نفسه. موضوع الفكر الرجل من المرأة. الله عز وجل شرع من سابع سماء قضية الميراث. تمام. وفي أكثر من آية. بأنه للذكر مثل حظ الإنسان. بل أنه في مواضع أخرى إذا لم ينجب الرجل مثلا ذكورا فمن حق المرأة أن ترث في أخيها. وخلاف ذلك مما موجود في سورة النساء. ولكن في الصعيد عندنا الفكر نفسه. العادات والتقاليد. لذلك موضوع الميراث بينصب في كذا بند. البند الأول هو الفكر نفسه، هل الفكر ده فكر يتماشى مع العصر الحديث أم خالد؟ للأسف الشديد نجد أن الفكر بيتماشى مع عصور سابقة. أيوة. منذ مئات السنين، وهي فكرة تهميش المرأة، مع أن في تطور في الزمن والتعليم، المرأة أصبحت دكتور الجامعة، أصبحت دكتورة بشرية، أصبحت صيدلانية، أصبحت مهندسة، قاضية، وخير ذلك. بسم الله ما شاء الله. يعني هو ولكن فكرة النظر للمرأة وتهميش دور المرأة المادي. للأسف الصعيد، للأسف في الصعيد يعني نلاقي ما فيش سيدة أعمال، نلاقي دكتورة، نلاقي قاضية، نلاقي محامية، لكن اهتم بالجهة التعليمية ولكن ليس الجهة المادية. بالضبط. وقضية الميراث يعني ترتبط بالناحية المادية. فدور المرأة في الناحية المادية دور مهمش. الاعتماد كله على الرجل. ولكن تختلف النظرة من عائلة لعائلة. هناك عائلات تعطي المرأة كده بالمعنى البلدي اللي بنقول رضوة. الرضوة حضرتك يمكن رضوة مرضاية. الرضوة دي هل الميراث كله ولا هي؟ لا طبعا، ولا يمكن يجيش 10% من الميراث الحقيقي. يقول لك كفاية عليها دي، هي عملت ايه؟ هي جاية بكرة وبعد في مشاكل هتفرد معانا في 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 مصيبه ولا في جنازه ولا في جنازه. بمعنى ايه الرضوه؟ الرضوه دي بمعنى ان يدوها حاجه كده من الميراث يعني تبسطها، اسمها بالظبط يعني كده حاجه يعني كده مقابل زيها مبلغ يعني مبلغ مادي يعني مقابل الميراث 100,000 لك فيها 5,000 5,000 هي دي اسمها الرضوه. ايوه دي اسمها زي هبه كده اللي هبه بالظبط كده. هي ده المنتشر عندنا في الصعيد. ليه؟ لاسباب معينه. اسباب يقول لك دي المراه دي مش هتشارك معانا في المصائب وفي الخصومة وفي الكلام ده كله. فلذلك نعطيها دي كويسة خالص. ولذلك برضو بتنصب عندنا أشياء أخرى وهي زواج الأقارب. دايما نقول لك الميراث ما يخرجش والحد جعله، يمكن أعيدنا في الكلام ده طبعا. البنت لازم تتجوز ابن عمها أو تتجوز داخل نطاق العيلة. هي ممكن يكون واخدة مثلا واخدة يكون ماجستير ولا دكتوراه وهو مثلا مش متعلم أو على قدر ده من التعليم. لا، عشان الميراث، عشان ابوها خلف لها كم فدان ولا والا هتتجوزي حد غريب محرومه من الميراث. بالظبط كده. بالظبط كده. فقضيه الميراث قضيه متشعبه فعلا يعني في الصعيد، وللاسف المراه مهضومه الحق، مهضومه مهضومه. طب احنا معانا اتصال تليفوني، الشيخ محمد عمار. مساء الخير. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك. انا طبعا برحب بالاعلاميه الكبيره الاستاذه اسماء، ربنا يعزك، وبرحب بالاستاذه منال، وبرحب بالضيوف الكرام، ربنا يخليك. ايه راي الدين في اللي احنا بنقوله يا شيخ محمد؟ طبعا الاسلام يعتبر كرم البنت وانزلها من البنت التوقير والاحترام، ولذلك الاسلام بين ان تضيف البنات او المراه يعتبر واجب صحيح. ربنا سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كسر نصيبا مفروضا. تمام. وقال ايضا في ايه اخرى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. صحيح. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فخمس، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له. هذه ايات قرانيه بتدل على وجود المراه للبنت. تمام. وفي حديث جابر بن عبد الله، يعني اتت امرأة سعد بن الربيع أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان من زوجها سعد، فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتك سعد بن الربيع، قلت أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما وهما لا ينتحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضى في ذلك. فنزلت آية المواريث، فارسل الرسول الى عمهما وقال: ايه، اعطي لابنتي سعد الثلثين وامهما السمن، وما بقي فهو لك. يبقى اذا هنا هذا النص النبوي بين ان بنتي سعد الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم الثلثين واعطى امهم السمن. فالاسلام يا استاذه ورث البنات واعطى لكل واحد منهم نصيب. فالزوجة بترث من زوجها الربع، تمام؟ والأم لها السدس، والبنت لها النصف إن كانت واحدة، والأخت الشقيقة حتى أيضا لها في الميراث، الجدة أيضا. أيوه. الرسول ورث الجدة وأعطاها السدس. صحيح. إذن عدم توريث البنات يعتبر جهل الشرع. جهل بالشرع. أيوه. والتركة بعد موت المورث يعني حق العموم الورثه سواء كانوا ذكور او اناث، فيستحق كل وارث نصيبه من التركه. ولا يجوز يا استاذه، لا يجوز لاحد من الورثه ان يماطل في القسم او يعطلها. ولذلك الرسول حذر من منع الميراث، بيقول ايه؟ من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنه. لا، وبناء على هذا فلا يجوز منع التركه عن احد الورثه او تاخير القسمة بلا ابن. أيوة. بمجرد موت المورث كل واحد نصيبه من الميراث، والانسان اللي هو ما بيديش البنت حقها من الميراث يعتبر يا استاذه من اكل اموال الناس بالباطل. صحيح. يعتبر ده ظلم، لان الاسلام نهى عن اكل المال الحرام. صحيح. يعني الذين يعملوا ايه؟ لا تاكلوا اموالكم، لا يعني تأكلوا أموالكم بالباطل. بالباطل إن شاء الله. شيخ محمد، إحنا محتاجين يعني طبعا حلقة معنا كده إن الرضوى ما تنفعش في الميراث، تكون معانا فيها يعني شيخ محمد بيتكلم برأي الدين إن شاء الله والقانون. شكرا يا شيخ محمد، نشكرك للمداخلة. طبعا ده رأي الدين. أنا طبعا إن شاء الله بإذن الله إحنا حبينا من الأول حلقة نقول معنا بنت النيل اللي حقها لازم تاخده لانها من خلق الله. نعم. خلق الله وشرع الله، والميراث لابد ان يطبق. تمام. لكن ان شاء الله هيكون معانا باذن الله راي الدين وراي القانون في الموضوع ده. طب هل الاهل بيعزوا البنت او بيعوضوها عن الميراث؟ في شيء بيعوضوها بيه؟ صحيح حضرتك، يعني احنا عرفنا معنى ان في شيء اسمه المواسم والكفن، احنا الكلام ده عاوزين نتاكد منه. يعني لا، حضرتك عندنا احنا في الصعيد الارض بتمثل جزء اساسي من حياه الفرد. فلما بتيجي ميراث البنت من في الارض، من حياه الفرد ولا من حياه العيله؟ معلش عفوا، معانا مداخله استاذ احمد. السلام عليكم. الو،
الصوت بس يا استاذ احمد، وطي التلفزيون اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. انا سؤال لحضراتكم انتوا الاثنين بس يا فندم. اتفضل. ماشي. شرع الدين في الزوجه اللي رافعه قاعده في قلب البيت ورافعه قضيه على جوزها يا فندم. حضراتكم ممكن تجاوبوني حضراتكم انتوا الاثنين. شرع الدين اصول الدين في الزوجه اللي رافعه قضيه على جوزها وبتاخد منه نفقه وهي قاعده معاه في قلب البيت. ممكن حضراتكم والله سيادتك احنا هنجاوب بروح البشريه بروح الله خلق الله لانه مش موضوعنا ومش معايا محامي عشان يقول لك الموضوع ده، لكن من رايي انا هي من دام قاعده في بيتها وعندي بنات لا طبعا لسه يعني عندها امل في عوده البيت من جديد يعني لا ما ترفعش قضيه على جوزها لا لا هي بس بتمكن بتستعمل جرسه ودن مش اكتر من كده لا 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 انا مش معاها طبعا وبقول لها لا لا انا طبعا مش معاها وعايزه اقول لها ارجعي لبيتك زوجك اولى بيكي وزوجك هو الامان في البيت بس هي رافعه قضيه وهي موجوده طيب ما لا طبعا انا معترضه معاها تماما هي متمسكه بحضرتك بس عاوزه تشد شويه مش اكتر من كده سؤال بعد اذن معاليكي اتفضل يا فندم طيب حضرتها هي بتاخد مني نفقه لحد الان بقى لها سنه تمام الشركه اللي انا شغال فيها بتحول لها المرتب تمام يا فندم بتحول لها المبلغ اللي المحكمه حكمته تمام يا فندم تمام في نفترض مثلا 620 جنيه تمام بتقول لي لا ده الشركه محوله 500 جنيه رحت الشركه يا فندم اسال اقول لهم مراتي بتاخد مني نفقه وبتقول ان انتوا بتحولوا 620 فبتحولوا بتقول لك انا باخد 500 ايوه قال لي لا يا فندم احنا بنحول 620 طب شرع الدين برضو يا فندم حضراتكم كنتوا الاثنين برضو تجاوبونا عليه في الام اللي رافعه قضيه على ابنها وبتاخد منه نفقه بقالها 5 سنين بقالها 4 سنين يعني هي الام والزوجه؟ لا طب هي لو لا اكيد الابن ده اكيد الابن فيه حاجه هي طبعا مطلقه منه هي مطلقه منه مثلا عشان لا ده كمان امه رافعه قاعده في البيت بنشكر حضرتك طبعا لا بص سيادتك لو الام رافعه قضيه على ابني يعني معنى ذلك ان انا ابني جاحد عليا اصلا فانا مش عارفه اصلا الام ليها حق لان الام مش هتقدر ترفع قضيه الام بيبقى قلبها قضيه لما خلاص يعني انتهت بيها الحال اصل تسد بيها الطرق كلها طب خلينا مطلقه منه مثلا عشان ابو قاعده معاه في البيت ازاي ومطلقه وتاخد نفقه هو شرعا فعلا زي ما قال الحاج علي شرعا حرام وجودها معاه هي وجودها معاه حضرتك بس عشان ما نخرجش بره نطاق الحلقه لان ده موضوع تاني خالص فخلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ منال احنا عاوزين نعرف النهارده بالظبط موضوع الهبه او الرضوه لا احنا عاوزين نعرف طبعا احنا عاوزين نعرف دلوقتي سمعنا ان في حاجه اسمها موسم او كفن بتاخده البنت من بيت ابوها بدل الميراث وده يمكن هو ده العاده اللي ماشيه في الصعيد لا هو اولا يعني والحاج علي ايه العاده دي والحاج علي يمكن والحاج علي يمكن يعيدني في الكلام ده موضوع المواسم دي اللي هي الاعياد الاعياد انه البنت مثلا بيروح لها شيء معين لحمه بس سيادتك حضرتك احنا عندنا هنا كده يعني في المدينه كمان انا بقول في كل في كل مكان موجود بس في الصعيد بتختلف عندنا ليه بتبقى ازيد شويه ازيد شويه ده تعويض عن ايه بيحس انه تعويض عن ميراث او الكلام ده كله او او الدنيا دي كلها ولا اتفضل في حاجه هو برضو الاستاذ عدول ان هي بتروح لها مناسبات واعياد وزائدا لما تموت بيجيبوا لها الكفن يعني مثلا كان اخواتها 5 واباتها وبتاع احنا عاوزين نعرف كل واحد بيجيب لها كفن كفن لا دي حكايه دي كفن ازاي ما حدش ما كده كده الانسان بيجيب يعني انا مثلا اختي او امي لا ما فيش حكايه الكفن لكن في المواسم في حكايه مواسم الكفن دي لا الكفن دروب بيبقى المواسم دي احنا بنعرف ان العادات والتقاليد بتختلف من قريه لقريه ومن نجع لنجع حسب اللهجه يعني حتى زي ما اللهجه بتختلف العادات والتقاليد بتختلف من قريه لقريه ومن بلد لبلد يعني تلاقي القريتين جنب بعض او النجعان جنب بعض والاثنين بيختلفوا في اللهجه وفي العادات والتقاليد شيء طبيعي يا ايوه شيء طبيعي لان لا هي مناسبات لو ماخذه مناسبات هدايا كده بتاع اما موضوع الكفن ده ما معنا اول مره نسمع مش موجود معانا اتصال ام رضوى من الغربيه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بيك اتفضلي بسلم على حضرتك والضيوف الكرام الاول اتفضلي يا فندم اهلا بيك شيق وحلو يعني ربنا يخليك اتفضلي ودلوقتي انا عندي عمتها مش عايزه تدينا الورث والدي مات في حياتها غربيه حتى ستي تم تتنمر على تمام وهي واجب احلى
طيب يعني عمتك الورث بتاعها، يعني الورث بتاعكو عندها هي بتاع باباها. بيت جد وجدي مات ووالدي مات في حياه جد. طيب انا هستاذن سيادتك، طبعا احنا ما عندناش الحلقه دي راي القانون وراي الشرع، طبعا احنا معانا قامات من الصعيد بنتكلم في موضوع معين، فاتمنى ان حضرتك تتابعينا الحلقه اللي جايه. شايفه الموضوع في مصر كلها مش في الصعيد بس، شكرا ليك. في مصر كلها يمكن هو يعني زياده في الصعيد اللي بيرفضوا يدوا الورث للمراه برضه. ده طبعا شرع ربنا، يعني احنا كبني ادمين ما عنديش الشق القانوني، ولكن ده شرع ربنا، حلله ربنا، احنا بنحرمه ازاي؟ يعني دي قصه لوحديها، بنحرم ما حلله الله طبعا، يعني حرام. حرام. معانا مداخله ثانيه، ام خالد من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا يا ام خالد. انا ام خالد. اهلا وسهلا بيكي. انا كنت عايزه اشارك يعني في البرنامج. اتفضلي يا فندم، شرف لينا، اتفضلي. انا ارحب بالاستاذه اسماء والاستاذه منال. ربنا يعزك، اتفضلي يا فندم. ضيوف الباقي الضيوف اللي عندك. ربنا يعزك، اتفضلي يا فندم. انا يعني انا ايد الكلام اللي بتاع الاستاذه منال والاستاذه اسماء عن يعني نظام الميراث في الصعيد للبنت يعني. تمام. ان هي انا مثلا واخده كليه ومدرسه وكده واخواتي متعلمين، واول ما طلعت اقول اخد ميراثي بقينا اعداء ما بقيناش اخوات. يعني الموضوع منتشر فعلا. يعني الموضوع يعني الصراحه وبعدين بدنا جد يعني حاجه صعبه، يعني ان البنت تاخد ميراثها من بيت ابوها وتديه الراجل غريب وناس غريبه وكده، هو حاجه يعني بالنسبه لهم ان هي صعبه. مع ان انا بالنسبه لي لما اشوف بنتي سعيده وعايشه حياه تمام مرفهه مش محتاجه لي، انا بالنسبه لها اكون سعيده يعني. يعني الموضوع مختلف تماما. هنا في حاجه يا استاذ ماشي، بس دايما يعني الاخ نكمل كلام ام خالد. اتفضلي. الاخ دايما شايف او شايف ان هي البنت هتاخد الميراث وهتوديه الناس غريبه. ايوه ايوه. يعني ده مثلا بتاع ابويا هتاخده توديه الناس غريبه. الناس الغريبه دي مين؟ ده جوزها واولادها. مش مقتنع ان ده حاجه من حقها او يعني حاجه محللها لها ربنا. ايوه. عامة احنا طبعا بنقول للناس يا جماعه افتحوا كتاب الله. ونشكرك طبعا يا ام خالد للمداخله، لكن احنا عايزين نقول طبقوا شرع ربنا. لكن في اعتقادات ان هي ان الست بيقولوا مثلا ايه، عفوا انثى مش محتاجه فلوس، انت محتاجه ليه؟ انت في راجل مع راجل بيصرف عليه. ده الكلام الست ام خالد، تفضيل الذكر عن الانثى. بالظبط. دايما عند الام خاصه عند الام الكبيره في السن تقول لك ايه، الولد ده هو نور عيني، هو سندي، رغم ان البنت في الرحمه وفي الموده صحيح اقرب لامها. ولو الام طبعا لو الام تعبت بناتها يعني هي بتمارس الشيء اللي هي عانت منه على بنتها. بالظبط كده، لانه شافت قبل كده من ابوها ومن جدها والكلام ده كله، فبتطلع اللي شافته. ده الميراث اللي بيورثه الاهل. ده الميراث بقى، ميراث العادات والتقاليد. بالظبط، ميراث العادات والتقاليد. المراه الصعيديه هي اللي بتحمي بتحمل العادات والتقاليد لابنائها. الولد هو المفضل. أيوه. الولد هو كل شيء، هو عصب العيله، هو اللي هيفتح بيت ابوه، هو المستقبل، هو ورغم ان الولد ممكن يكون فاشل. بصي يا استاذه منال، طيب هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. نالكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. طبعا الحلقه شائكه جدا والمداخلات كلها، يبقى معنى ذلك ان الموضوع عندهم متالمين منه، فرجاء نظره من اهل الدين في القرى والنجوع واهالينا في الصعيد، نظره دينيه والرجوع الى كتاب الله وشريعته. نرجع لضيوفنا الكرام الحاج علي والاستاذ احمد. الحاج علي، دايما يعني عايزه اقول العادات والتقاليد في الصعيد ومنها موضوع الميراث، العادات والتقاليد دي في كل بيت حتى الخريجين الازهريين فيها نفس الطباع دي؟ والله عندنا يعني زي ما تقول الانسان لما يكون معاه مثلا 5 فدن او 10 فدن ومعاه اختين ثلاثه مثلا جوزهم، طبعا عايزين ميراثهم الشرعي. ال10 فدن دول راح منهم يجي 6 فدن، بيجوا 4،
انا شايف مثلا الاستاذ احمد واخد خد له فدان وده خد له فدان هتبقى ايه يصعب عليه بقى شقه ابوه ومراته ده شقه ابويا شقه ده ازاي مثلا واحد واقف فيه غريب مربين البيت دي ومعلمينه وصرفنا عليها الدنيا كلها ودي ديتي ياخد له مثلا فدان ونص مني على الجاهز هتزعل هي هتزعل الانسان فهيبقى في ايه يعني زعل لكن هي من ناحيه الشرع ودينا وقانونا هي خدت حقها طيب ما ايه رايك ان احنا مثلا حته الارض دي تفضل هورسي انا كبنت واخويا اللي يديرها ويديني العائد ده حسب اتفاق الطرفين ممكن هي مثلا توافق الكلام ده بيحصل في بعض الاحيان بس الاغلبيه ما بيحصلش ليه لانه رفض الرجل لفكره ان المراه نفسها تاخد ارض او تاخد ميراث ما هي نفسها برضو ما انت حضرتك طرحتي السؤال بتقولي انه ايه اخوها يدير لها ارضها لكن يبقى ارضها هي لكن الفكره نفسها مرفوضه انه لذلك يعني عندنا معلش في الكلمه يعني يوم ما المراه بتنجب مثلا وبتاتي يعني خير النساء من بشر بنت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يوم ما بتنجب الواحده بنت اهل زوجها بيشيلوا الطين بالذات بيتقدروا سعيد ولد مميزه ام الولد مميزه ذلك موجوده موجوده يعني عادات جاهليه لكن موجوده لما قالوا دي بنيه اتهدد الحيطه عليها ولما قالوا ده ولد غلام جدد سند بالظبط كده انا عايزه اوجه اجمل تحيه حب وشكر والتقدير لاحلى بنتين في الدنيا بناتي ربنا يخليهم لك يا رب ربنا يخليهم لك بس اوعى تحرميهم من الميراث الثقافه بتختلف يعني عندنا ولله الحمد حصلت طفره كبيره جدا في مجال التربيه والتعليم بنيت مدارس اعدادي وابتدائي وثانوي ومعاهد ازهريه والكلام ده وفي دكاتره جامعه لكن الفكره نفسها فكره مش راضيه تشال من الدماغ ازاي انا اعطي البنت ميراث ازاي انا اعطيها معلش ازاي انا اعطيها اعطي ارض ابويا اللي شق عليها لحد من عيله تانية بتبقى اخف حده واخف ضرر امتى يوم ما بيكون ابن عمها او من داخل نطاق العيله ورغم انه شيخ ازهر وعارف انه ده شرع ربنا والكلام ده كله ويوم ما بيعطي اخته حاجه بيعطيها على مضض غصب عنه هو كاره طب ولو حصل واعطاها ميراثها كامل لو الاخ اعطى ميراث اخته كامل ايه اللي يحصل؟ اقول لحضرتك انا اعرف ناس معينه لا داعي لذكر اسماء يوم ما عطت ميراث اخواتها يعني لي اخوات بنات اربع وهو وحيد ابوه وامه يوم ما عطى اخوات بناته ولاد عمه نفسهم ولاد عمه اللي من دمه ولحمه نفس نطاق العيله عملوا ثوره عليه ازاي تعطيه ليه الواحدة تاخد مليون ولا 2 مليون جنيه؟ يا عم ده شرع ربنا وربنا اللي شرع كده وابويا هو اللي عمله مش ابوكم انت ولا ابو حق صحيح لا ومع ذلك اعترضوا ازاي البنت تاخد الكلام ده لا بس مش كل الناس برضه احنا برضه عندنا جماعه يورثوا حوالي 25 فدان ومعاهم 2 اخوات بنات عطوهم حقهم في الارض الزراعيه وفي الارض المباني كل وحده عطوها نايبها في البيت تبني زي يعني مثلا بدل ما هو خد قراطين ادوا لها مثلا كل وحده قراط برضه في كده بيها ما اخذ حق علي كلمه ارض الزراعيه وارض البيوت ايوه عندنا الحته دي عندنا الارض ذات القيمه وارض يعني اقل قيمه ذات القيمه الكردون مباني اللي ذات القيمه الكردون مباني ولا اقل قيمه اللي ارض الحكومه او ارض الجبل او استصلاح يقول لك البنت ممنوعه ممنوع من ارض الحكومه تورث في ارض الملك ليه يا عمي ما هو ده عامله لا يقول لك ممنوعه عندنا معظمنا في القرى مركز ديشنا بالتحديد يقول لك لا ارض الحكومه البنات ما تورث ليه طب ما هو ابوها اللي عمل الكلام ده ودفع اقساطها وخرسه والدنيا لا تقول لك ممنوع الكلام ده يورث الولد هي برضه بتعتمد على الفكر الخاطئ دايما لذلك طب لو البنت طلبت بالميراث رد الفعل يكون ايه؟ اقول لحضرتك هكون شايفينها ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه المرأة. في ناس بتعطي ميراث اخواتها البنات وبتعيش راضيه عشان ابن اختي يقول لي يا خال وانا اقول له يا ابن اختي ايوه بقى في حب ايوه في ترابط صحيح في ناس ما عطتش ميراث اخواتها انا مش عايش لوحدي للاسف الشديد علاقات مفككه اسره مفككه هتبقى في كرهانيه حد يمكن بيترحم على ابوه ولا امه اللي خلف لهم والكلام ده كله بس بل بالعكس بيلعنوهم والكلام لانه ما خدوش ميراث والاب والام ما لهمش ذنب في الكلام ده صحيح يعني منال المراه السعوديه بتطالب بايه؟ بالميراث اكيد وبالطالب ده حقوق المراه السعوديه كتير 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 خالص في الصعيد يعني احنا طرحنا قضيه بس الميراث تلاقي طبعا المراه السعوديه لحد اللحظه دي ما خدتش حظها برضه في التعليم
يعني عشان تعمل ماجستير او دكتوراه من لازم بعد الجواز، ما تقدرش تاخده في بيت ابوها. وطبعا بعد الجواز هيبقى صعب تاخده حسب موافقه الزوج، حسب مش الزوج بس، كمان الاهل. الاهل يعني حقوق المراه السعوديه كتير خالص خالص خالص، بس ساعات ضايعه. لا واحنا داخلين الحلقه انت كنت بتكتبي حاجه وقلتي حد مطالبني اتكلم باسم المراه السعوديه، كان بيتكلم يطالب بايه اللي انت كتبتيه في الورقه واحنا قبل الحلقه دي؟ لا دي اللي هي طبعا مكانه المراه كثيره، يعني هم بيطالبوا باني طبعا عاوزين مكانه المراه تتغير خالص في الصعيد. ممكن انا بس مكانه المراه انا متهيألي في الصعيد دلوقتي يعني انا اعرف ناس. لا وصلت ولله الحمد وارتقت مكانتها وعلمت، ولذلك حتى هي لما اتعلمت علمت ابنائها. اماشي بس صحيح. بس في دور هنا على حضراتكم، عندي اعلاميات زمايلي كتير من اهل الصعيد ومتحضرين جدا ومثقفين ومحترمين. بالظبط طبعا. يعني وعندي زوجات دكاتره وعندي الموضوع بقى يعني مش زي الاول تماما، يعني انا مش فاهمه اشمعنى الجزئيه دي اللي ما فيهاش واحد. انا اخلي مثال على ذلك الاستاذ فهمي عمر. ده رئيس الاذاعه والتلفزيون لفترات طويله، ما هو صعيدي من نجاح حمادي من عندنا، والاستاذه منال هي موزيعه برنامج اهو. وحضرتك والاستاذه منال والحاج علي كلنا عايزه برضه كوادر الصعيد. الصعيد فيه كوادر بالظبط، بس عاوز الفرصه، عاوز التفكير، عاوز بيئه ينشا فيها صح. الصعيد مهمش فعلا. عارفه الصعايده لو نشأوا في بيئه صح، بيئه متفتحه، ما فيش، مش هقول لك هيحصل ايه، لا ده هي اعلى المناصب. طب انا هفجر لك قنبله كده في الحلقه، بس ان شاء الله هتبقى ليها حلقات ثانيه. انا اعرف ناس من اهل الصعيد متجوزين جوازه ثانيه في مصر ومتحضرين تماما، او نقول في القاهره بلاش كلمه مصر دي. متحضرين جدا جدا جدا، واقول له انت في البلد كده، يقول لي لا في البلد شيء وحاجه ثانيه. لا بتهرجي في البلد شيء وحاجه، هنا ممكن تطلع عادي لكن هناك ممنوع. ده اللبس نفسه، اللبس نفسه كان يفرض على المراه. طبعا. يعني من ضمن الحاجات اللي مهبشه. لا 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 انت خلي الصعايده الجو بتاعك. معانا مداخله الاستاذه اسراء. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكي. حضرتك معلش انا عندي مشكله ممكن اتكلم فيها. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. انت عندك كام سنه الاول؟ عندي 35. ما شاء الله صوتك اذر، اتفضلي حبيبتي. انا حضرتك انا متجوزه ومعايا اربع بنات. ربنا يخليك. ربنا يخليك. دلوقتي انا ابويا ووالدي ووالدتي متوفيين. وعندي فاخواتي مش راضيين، يعني بيقولوا لي لا انت مش هتاخديه غير لما تتجوزي بناتك. وانا ظروفي الماديه وظروف قوتي اساسا يعني ما تسمحش ان احنا يعني ما لناش بالعيشه ان احنا نعرف نعيش اولادنا كويس. طب سؤال لحضرتك، يعني هم مش هيدوك الميراث الا لما تتجوزي بناتك، طب هل بيتم يصرفوا عليهم في فتره التعليم والكلام ده ولا مفيش خالص؟ لا 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 مفيش. لا طبعا باي حق ده؟ منين يا جولة؟ انت منين حبيبتي؟ انا من القاهره، بس انا عندي مشكله كبيره انا مش قادره اتكلم فيها. طب حضرتك الرقم في الكنترول وانا بعد البرنامج هتواصل معاكي. اشكرك. يعني قمة فرض الظلم. يعني يفرض عليها اختي جعانة بعد ما تجوزي بناتك. طب انا مين بقى يصرف على بناتي ويجوز بناتي ويصرف على تعليم بناتي، ومين يصني انا كانثى ما عنديش ضهر بعد كده؟ ومين هيجهز البنات دي؟ سيبك يعني معلش مع احترامي ليك بقى، عملنا بناتي يكبروا دول انا هعيش ازاي؟ شوف المصاريف. ونرجع نقول تعدي المرحله الصعبه عنق الزجاجه وبعدين يدوها مراتها. بالظبط كده، هي محتاجه دلوقتي. وممكن يكون بيضحكوا عليه. ممكن هو مساله خلاص انت كبرتي بناتك. لا خلاص ما تجيش ميراث. للتواصل طبعا مع فريق عمل البرنامج الارقام على الشاشه، بنرحب بيكم باي استفسار اي حاجه تحبوا نتكلم فيها، انا تحت امركم انا والاستاذه منال 24 ساعة وفريق العمل ان شاء الله مفيش حاجة اسمها ما بنردش على حد. طيب احنا دلوقتي الموضوع بجد يعني واخد مجال وواضح ان في ناس كتيرة، مش هنقول بقى اهل الصعيد. النهارده جالنا تليفون من الغربية وتليفون من القاهرة. دي مشكلة مصر كلها وبره مصر على فكرة، الوطن العربي كله على فكرة. ان شاء الله باذن الله هنجيب رأي الدين ورأي القانون في الموضوع ده. عايزين نظرة اعلامية واسعة قوي بنطاق كبير نعمل فيها وعي للناس، وعي الاهالينا، ما هو اهلي واهلك واخواتك مش عارف الفكر ده هيتغير امتى.
الاستاذه اسماء من شويه بتسالني بتقول لي في واحده حملتك رساله للبرنامج بتطالب بشيء. هي كانت بتطالب ان القوانين المصريه تتغير وتتطور بحيث يكون في عقاب شديد اللي يحاول يدوس على مراس اخته او امه او اي شخص من زاويه يعني اي مع ان بصراحه في عصر رئيسنا السيسي حاليا بدا في انصاف كتير قوي للمراه بس لسه ما وصلناش ولكن الوعي بقى اقول لحضرتك على حاجه اللي ما يخافش من الخالق عز وجل هيخاف من المخلوق لا طبعا ما هي اهم شيء الفكر الخاص صحيح الفكر. ما هي فكر والوعي الفكر والوعي ولذلك انا من شويه بقول لحضرتك ما كملتش حديثي الاعلام ودوره عندنا بسم الله ما شاء الله معالجه الاعلام لقضايا الصقر الحمد لله انتهت بفضل ربنا رقم واحد بفضل بفضل الحكومه وضغط الحكومه على الاهالي ممنوع والكلام ده كله والعادات العرفيه والكبار والكلام ده كله وبعد كده دور الاعلام في ذا لكن فين دور الاعلام في اظهار حق الميراث للمراه؟ انا ما شفتش مسلسل ناقش قضيه زي دي مثلا صحيح او ركز عليها وبرضو انتوا كاعلاميين او دور اعلامي مش هينفع لوحدينا الاعلام ده ما فيش بيت في جانب احنا في عصر الانترنت والكلام ده كله ما فيش بيت اللي ما فيه دش وستلايت والدنيا دي والكلام ده كله بيشاهد التلفزيونات والقنوات المتعدده وعصر الفضائيات مع احترامي لحضرتك وفين دور التربيه والتعليم والتوجيه؟ اقول لحضرتك على حاجه بمناسبه التربيه والتعليم انا راجل مدرس ومعلم خبير وليا 21 سنه في التربيه والتعليم انت بتقول فين دور المدرس؟ في الصعيد شيء وهنا شيء تاني خالص انا خدت معظم فترات انا يعني ليا 10 سنين هنا بالظبط تمام وال10 سنين الثانيه كانت في الصعيد مقارنه بين التعليم في الصعيد احنا بنناقش الميراث في الصعيد وبين التعليم هنا لا ما فيش وجه مقارنه نسبه التعليم في الصعيد 100% صح 100% صح هنا ما تجيش 10% صحيح انا اول ما جيت مثلا وتعينت في مدرسه بنات ما فيش داعي لذكرها كنت اشرح واستشهد بالشعر مدرس لغه عربيه أيوة أيوة. ولاد يقولوا لي يا استاذ هي دي هتيجي في الامتحان اقول لهم لا ده ثقافه عامه فبيركنوا لا من نص صالح بالظبط في حين البنت قبل الولد في الصعيد تيجي لما اكتب معلومه ورا مني عامله كراسه وتقايد والكلام ده كله لا في تعليم هنا في انفتاح شويه هناك مركزين تعليم بس هو للاسف في حاجه في الصعيد انه الافكار والعادات والتقاليد بتورث تمام من الاباء الى الاجداد هي هنا طبعا بس حاج علي مهما تعلم عايزين رساله للمراه لاهل الصعيد ورساله للمراه الصعيديه قبل ما ننهي الحلقه والله احنا نقول لاهل الصعيد الانسان اللي يظلم واحده ست من ميراثي هيبقى ظلم نفسه ما ظلمش حد الا نفسه تمام فيعني لو قالت ولا قصرت هتاخد حقها واخده بالك وبالنسبه للاستاذه لما اقول التعليم والدنيا والعالمين دي عندنا البنات كلها بتتعلم على الاقل بتوصل لغايه حتى الدبلوم الصنايع او المهم انها تعرف تقرا وتكتب عشان تعرف تقرا وتكتب واللي عايز يكمل ما فيش مانع تمام اما مثلا لما تروح عند بيت جوزي وبعد كده بتكمل ما هتشبك في العيال وهتشبك في البيت وهتشبك في الدنيا ما تقدرش تكمل مش بتفضى فعلا استاذ احمد عايزين نوجه رساله تربويه تعليميه يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال رفقا بالقوارير اي بالنساء والنساء هي الام ودي اهم حاجه صحيح. والجنه هي الاخت هي البنت هي الزوجه هي نصف المجتمع لو صلحت المراه صلح المجتمع ولو فسدت المراه فسد المجتمع هي مدرسه ولو كما يقول امير الشعراء الام مدرسة ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق صحيح فاتقوا الله في النساء منال نطالب المجتمع طبعا احنا ده اهم شيء المجتمع احنا من لازم نطالبه بتغيير نظرته للمراه الصعيديه وطبعا رجال الدين والفكر والقانون بالوقوف جنب المراه الصعيديه حتى تحظى بمكانه محترمه داخل المجتمع وطبعا المفروض القوانين نفسها قوانين الحكومه المصريه تحاول تتطور بحيث تكون في قوانين صارمه رادعه ايوه لكل في قوانين صارمه ورادعه كل من حاول الاعتداء على حقوق المراه تمام وشكرا يا استاذه اسماء انا طبعا كنت سعيده بصحب سيادتك وبصحب ضيوفنا الكرام وبشكر اهالينا في الصعيد في نهايه الحلقه النهارده معانا مداخله استاذه سلوى من سوهاج الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم سامعينك اتفضلي ايوه يا حضرتك انا
اهلا وسهلا. انا كنت عايزه اوجه بس كلمه لمدام منال. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا فندم سامعيني. اتفضلي. ازيك يا مدام منال؟ اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا بسيادتك. يعني انا بتكلم على العادات والتقاليد في الصعيد، يعني الحمد لله بدات تتحسن حاليا. الحمد لله. طبعا الحمد اكيد في تغيير مع التطور اكيد في مع التطور التعليم والثقافه اكيد في تغيير. شكرا كثير. يا حاج سلمى. شكرا ليكي. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكركم اعزائي المشاهدين على المتابعه، ونشكر ضيوفنا الكرام استاذ احمد موجه بالتربيه والتعليم معلم خبير. نشكر الحاج علي. الله يخليك بجد استاذه منال، كنت سعيده خالص بصاحبتكم وبصاحبه حضرتك يا استاذه وبصاحبه ضيوفنا الكرام النهارده. صراحه انا سعيده خالص باللقاء ده. احنا سعدنا واحنا اسعد والله. متشكرين جدا واحنا اسعد. ربنا ان شاء الله ندعو الله من تقدم الى تقدم ان شاء الله باذن الله. انا وعدتكم في الحلقات القادمه من بنت النيل هيكون معانا القانون، هيكون معانا رأي الدين طبعا ده الأساسي في البداية، هيكون معانا حالات متضررة من موضوع الميراث، هيكون معانا كل فكركم منتظرينكم على صفحة البرنامج وفريق العمل في انتظار مكالمات منكم. عايزين نطرح الموضوع بشكل أكبر، عايزين نسمع، عايزين يبقى في عندنا الوعي الكافي لأهالينا اللي بيشرفونا أهل الصعيد رجالة وجدعان بجد. ناقصنا شوية تكات كده عشان نقدر ننسى شوية العادات والتقاليد دي اللي بتضيع الشهامة بتاعت رجل الصعيد. يعني كفاية يعني تعدي على ميراث المرأة ده حاجة مش كويسة خالص من رجال الصعيد ومن رجال مصر كلها. شكرا ليكم، وشكرا لفريق إعداد البرنامج والقناة الصحة والجمال، وشكرا للضيوف المحترمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.